طب حضرتك في اللحظة اللي احنا فيها دي بكل بقى الارتباك ده، ان في ذوق مختلف وفي اجيال طالعة وفي صناعة مختلفة تماما، وحضرتك راجعة ومع سامي الحتماوي، ايه يعني هتقدمي ايه يعني؟ هرجع اكمل المسيرة، مسيرة نفس الكلمة اللي انا دايما مصرة ان الكلام هو الثقافة، هو أهم. والكلمات هتكون مين يا استاذ؟ في خالد صالح ده مؤلف كان كنت اشتغلت معاه قبل كده. وعلى فكره برضو بلاس انا عامله اغاني مغربيه. عامله لهجات كمان صح، مغربيه بس وخليجي كمان خليجي وعامله لبناني، عامله مجموعه باكج كده كلها الحان موسيقار سامي الحفناوي. لا بس انتوا انتجتوا سوا ولا انتاج حضرتك لوحدك؟ انتجنا مع بعض. مع بعض. حبيتي تنتجي علشان تبقي متحكمه في كل المعايير اللي بتقوليها دي؟ لا مش متحكمه، او يعني بتختار الكلمه طبعا يعني ما بقاش في فرق. انت لازم او مت لازم تبقي انت الليدر في الموضوع، عشان الحاجه بتاعتك انت بتنقيها صح، لانك انت عايزاها تعيش على لونج ران. يعني وهو ده اللي عملته ليلى غفران. انت عماد السنين ما فيش ما شاء الله، انا بحب كنا نسمع حاجه ليها قيمه ومعنى وتقعد اختياراتك كلها جميله.